ما في شك إنه عنا قضاة ممتازين وشرفة، بس المنظومة القضائية مش بخير. الناس فقد الثقة بالقضاء اللبناني، أولاً لأنه بحاجة لتحديث، ثانياً لأنه بحاجة لاستقلالية جدية عن السلطة السياسية اللي ما وقفت من سنين التدخل فيه من لفلفة وتركيب ملفات. الأمثلة كتيرة، وآخرها ملف الدكتور عصام خليفة يلي تاريخه بيشهد له بالنزاهة والعلم. دكتور خليفة له 50 سنة ضمير الجامعة اللبنانية، يلي بدل ما ينفتح ملف فسادة صدر بحقه قرار اتهامي أقل ما يقال فيه إنه مريب بسرعة صدوره ومضمونه. الانطباع العام مرات أقوى من الحقيقة، لهيك لازم نعيد الثقة للمواطن بجهازنا القضائي. هالثقة ما بترجع إلا بقانون عصري لاستقلالية القضاء يلي السلطة منيمة مشروعه بأدراج مجلس النواب. استقلالية القضاء قبل كل شيء، القضاء خط أحمر.